مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم، يلا بينا. ماء 5 كوب، نوضع 5 كوب ماء في الخلاط. أول شي نوضع السوائل، زيت أي نوع زيت متاح عندكم، ربع كوب 50 غرام. معلقة صغيرة من الخميرة الجافة، معلقة صغيرة أو كبيرة فانيلا حسب موجود، سميد ناعم 1/2 كوب، وحليب مجفف 1 كوب 100 غرام. طبعا البيكنج باودر نتركه آخر شي بعد ساعة، بعد ما تخمر العجنة نوضع البيكنج باودر. نمزج كل المكونات مع بعض، وبنوضع الدقيق بالتدريج. نخفق، نوضع الدقيق معلقة معلقة حتى تتجانس كل المكونات مع بعض. طبعا نترك العجنة ساعة ترتاح، والبيكنج باودر بنوضعه بعد ساعة. ما بنوضعه هلا البيكنج باودر، بنوضعه بعد ساعة. مثل ما انت شايفين كيف اللزوجة تبعتها، هيك نتركها ترتاح ساعة. نعمل اللحمة المفرومة 1/2 كيلو من اللحمة مفرومة، وبنجهزها قبل ما ترتاح العجلة. بنوضع البهارات تبعتها، نضع البصل، ونسلفها، نقلب باستمرار. هيك صارت جاهزة. هيك العجنة بعد ساعة بنوضع البيكنج باودر وبنحركها الخلاط حتى تنسجم مع بعض، وهيك صارت جاهزة. نستخدم أي شيء للسكب، أي معلقة بلاستيك، أي شيء، أي زجاج، أي شيء نستخدم. والحجم أنتوا تتحكموا بالحجم. طبعا لو كانت سميكة لازم تضيفوا لها مية، لو كانت سميكة يعني لازم تكون مثل هيك. كتير كتير طريقة ناجحة، هي هيك الطريقة الأصلية. والحرارة لازم تكون منخفضة، الحرارة يجب أن تكون حرارة منخفضة مثل ما أنتوا شايفين. أهم شيء الحرارة تكون منخفضة، والمقلة يكون من التيفال الغير لاصق. انتو شايفين هلا بنحط الحشوة اللي جهزناها مسبقا، نوضعها على الحشوة، وهيك تقريبا بتكون جاهزة للقلي. كتير كتير طيبة، واتمنى ان انتو تجربوها. هاي بنعمل كمان واحدة منشان تشوفوا قديش هي سهلة وبسيطة. بنلزقها، كتير كتير حدا يعجبكو هيك على القلي هيك. طبعا وانا ما بفضل القلي بالزيت، انا بفضل الشوي. يعني لو دهنا على السطح تبعها قليل من الزبدة ودخلناها الفرن، أنا بالنسبة لي بحسها أطيب بالفرن شوي.
قلب على الوجين، وممكن تتقدم مع خضار جنبها أو مع دبس الرمان، كتير طيبة مع دبس الرمان. نقلبها هيك، صارت جاهزة. صحة وألف عافية، ورمضان كريم، وكل عام وانتم بخير. وانتظرونا بوصفة كتير جديدة. صحة وألف عافية. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. شكرا كتير لكم، مع السلامة.